يمنح للفريق بطولة الخريف. ولكن التغييرات ديال توشاك ما كتعطيناش احساس بانه كيبحث على الانتصار. هذه محاولة خطيرة لفريق الوداد من الجهة اليمنى. مترجي ومرير مترجي يضيع ملك ابونا، يعني يضيع بطريقة غريبة ملك ابونا بغرابة كبيرة امام المرمى الفارغ. كان احسن ما فعل اللاعب مترجي يعني مجهود فردي. هنا ربما غيدخل في المقابلة، كان كينتظر انه يدير واحد اللقطة جميلة، وهنا ربما غنشوف مترجي اخر في نهاية هذه المقابلة. كان مجهود فردي كبير للاعب مترجي اللي يعني بطريقة اللاعبين الكبار يمرر لملك ابونا وحدا، يعني اللاعب ملك ابونا لوحده امام المرمى، ما يعني ما استطاعش انه يسجل الهدف. الى يضيع ملك ايفونا مثل هذه الاهداف هي كلمه بشاعه ما كتقالش في كره القدم، واستبعدها دائما كلمه بشاعه، ولكن بغرابه كبيره ايفونا يضيع هذا الهدف في الوقت اللي تالق فيه مترجب بالتمريره الذكيه ديالو. ايفونا امام استغراب الجميع يضيع هدف واضح لفريق الوداد في هذه اللحظات. كانت حمله مضاده خطيره لفريق الوداد، كانت ان توج بهدف سبق لفائده الفريق الاحمر. رائع هذا الجوله الثانيه. باكايوكو وتسديده لاعب مترجي خطيره، تسديده مترجي تصطدم بالعارضه. هذا تهديد اخر لفريق الوداد. مترجي كاد ان يصيب الهدف من خلال هذه المحاوله لفريق الوداد. تسديده قويه والكرة ترتطم بالعارضة. الوداد يعني يهدد بقوة في هذه اللحظات الأخيرة بواسطة اللاعب مترجي. طلبوا من المخرج أن يعطينا بالإعادة هذه المحاولة اللي كانت خطيرة لفائدة فريق الوداد. كرة في وسط الميدان، محاولة لفائدة فريق أولمبيك خريبة بواسطة لاعب جمعوي للاعب عسكري، خطيرة لفائدة الأولمبيك. يعني رد فعل قوي لفريق اولمبيك خريبكا، تحركات المباراه كما قلت في الاول. واخا ما يكونوش الاصابات كل ايقاع وكل حملات متبادله كتعطينا الاثاره، وهذا الشيء ما حصل. كان تدخل ديال الحارس البرقادي في الوقت